قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدنيا الآن قد ازدهرت بحضارتها ورونقها، فغرت كثيرا من الناس وانخدعوا بها وانشغلوا بها ونسوا آخرتهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا تكونوا مثلهم، لا تكونوا مثلهم، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، وما يموت عليه الإنسان، قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم يختم له بالسوء فيموت على الكفر فيكون من أهل النار، وقد يعمل الإنسان بالأعمال السيئة فيختم له بالخاتمة الحسنة فيكون من أهل الجنة.